جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا في هذه الرسالة عن حكم تغسيل المرأة الحائض والميت الذي يجوز لها أن تغسله، هل ذلك جائز أو لا؟ لا مانع من ذلك، إن المرأة تغسل المرأة الميتة ولو كانت حائضا، لأن حيضتها ليست بيدها، فبدن الحائض طاهر والحمد لله، بدنها طاهر، فيجوز ممستها ويجوز أن تعمل وتشتغل وتطبخ الطعام، ويجوز أن تعمل مثل ما تعمل المرأة غير الحائض. نعم.